أول أن هذا التقرير تقرير مبدئي، وما زالت اللجنة تواصل العمل، يعني قبل هذا اللقاء كان هناك ممارسة للعمل والاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بأحداث بورسعيد، فما زالت اللجنة تواصل العمل في شأن أحداث بورسعيد لتبحث عن الحقيقة وتعرضها على مجلسكم الموقر. الأمر الثاني أن النيابة أريد أن أوضح أنها يعني أمر يتعلق بالنيابة، وهو الأشخاص الذين تم منعهم من السفر ووضعهم في قوائم الترقب من قبل النيابة العامة، هذا الجزء أو هذه الجزئية يعني حرصاً على ما طالبت به النيابة من أن من سرية التحقيقات، هذه الجزئية لن نتعرض لها ولكن سنذكر غيرها من الحقائق حتى يعني تنتهي تحقيقات النيابة فنوافي المجلس الموقر بما توصلنا إليه من حقائق أخرى ربما عرضها يعرقل عمل النيابة. نتناول أولا الوضاع العامة قبل مباراة المصري البورسعيدي والنادي الأهلي. كان هناك يعني خمس أشياء لابد من اللي احنا نتناولها ونبينها لمجلسكم الموقر قبل هذه المباراة. أول شيء الشحن الإعلامي الزائد، فالإعلام الرياضي وبعض القنوات الرياضية المتخصصة قامت بتصعيد الأحداث والشحن الزائد بين الأندية وجماهير الشعب المصري. أيضا ساعد الخطاب الإعلامي للقنوات الرياضية على إزكاء روح التعصب المقيت لجماهير الكرة خروجا عن الهدف السامي للرياضة، كما أن بعض مقدمي البرامج الرياضية يحرضون على إشعال الأزمات بين الأندية بعضها البعض وبين جماهير الأندية بعضها البعض، بعيدا عن الدور الأساسي للإعلام في تحليل المباريات، أقصد الإعلام الرياضي في تحليل المباريات والتعليق عليها. أيضا الإعلام الرياضي يتحمل مسؤولية كبرى بسبب تغطياته لأنشطة الألترس بمختلف انتماءاته دون أن يحاول أن يرشد هؤلاء الشباب أو يستثمر نشاطهم وحماسهم فيما يخدم قضايا الوطن. وإن من أخطاء الإعلام الرياضي أيضا والمتعلقة بأحداث بورسعيد إثارة الجماهير بصفة عامة، فتحولت مباريات كرة القدم إلى ما يشبه المعارك، وفقد الإعلام الرياضي الرسالة الحقيقية المتمثلة في التركيز على الروح الرياضية والمفهوم الصحيح للفوز والهزيمة أو على التحليل الموضوعي للحكام والمباريات. كل ذلك يحدث في غياب ميثاق شرف إعلامي يلتزم بقواعد وأخلاقيات الرياضة. ده الجزء الأول الذي يخص الإعلام الرياضي. الجزء الثاني وهو جزء هام جدا شارك فيه النظام السابق وشارك فيه المجتمع، وهو قضية الألترس. قضية الألترس قضية من أهم القضايا التي يجب أن تكون لها معالجة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الإعلام. شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وبعض مواقع الإنترنت عليها حروب بين مشجعي الأندية باختلاف انتماءاتها، وأيضا كان هناك معركة قبل مباراة المصري بورسعيدي والأهلي بين ألترس الناديين الأهلي والنادي المصري. ظهرت نبرات تحريضية وعدائية بين مشجعي الطرفين، تناولت بعض عبارات التهديد وصادرة عن بعض مشجعي ألترس النادي المصري وأيضا ألترس النادي الأهلي. كما أن أحد مثلا على سبيل المثال أحد المواقع الرياضية على الإنترنت سرب خبر عن اجتماع روابط الألترس للنادي الأهلي قبل المباراة للتأكيد على أهمية المباراة وسموها موقعة بورسعيد، وألترس المصري وضع يعني لافتة إن معناها باللغة العربية كانت باللغة الإنجليزية إن موتكم هنا. الجماهير الأهلي أو ألترس الأهلي يرد بيافطة مكتوب عليها بلد كذا ما فيهاش رجالة. فالشحن وثقافة لابد أن تعالج بموضوعية، ولابد أن يعني يتم النظر إلى هؤلاء الشباب نظرة موضوعية، لابد أن يتحول هؤلاء الشباب من تفريغ الطاقة في هذه الثقافات التي تؤجج مشاعر التطرف ومشاعر التعصب إلى مجالات أخرى تخدم قضايا الوطن.
أيضا الشيء الثالث الوضع الأمني في بورسعيد، ودي نقطة مهمة جدا لابد لنا يعني ألفت نظر حضراتكم لها، وهي الوضع الأمني في المباريات السابقة على مباراة المصري البورسعيدي والنادي الأهلي. كان في مباراة بين المصري وإنبي والمصري والاتحاد والمصري والنادي الإسماعيلي والمصري والسموحة. هذه المباريات كان يعني فيها أحداث، لابد أن هذه الأحداث كان يجب أن تحلل وتؤخذ في الاعتبار، وهذا ما سوف نبينه بعد قليل. أولا في مباراة المصري وإنبي ظهر جليا وجود احتقان لدى جماهير المصري تجاه جماهير الأهلي، حيث جاء وأنا بنقل تقرير الحكم حرفيا، تقرير الحكم حرفي، وجود سب جماعي من جانب بعض جماهير النادي المصري ضد جماهير النادي الأهلي في الدقيقة 11 من المباراة. وأيضا في مباراة المصري والاتحاد اقتحمت جماهير المصري الألترس المصراوي المكان المخصص لجماهير نادي الاتحاد ومنعوهم من الوصول إلى الاستاد، مما أدى إلى قيام الأمن بإعادتهم، بإعادة جماهير نادي الاتحاد مرة أخرى إلى الأسكندرية. أيضا تم في هذه المباراة التعدي على لاعبي الاتحاد أثناء دخولهم إلى غرفة خلع الملابس. في مباراة المصري وسموحة في تقرير الحكم قال إن سلوك الجماهير كان سيئا جدا كما ورد في التقرير. في مباراة المصري والإسماعيلي التي أقيمت بالإسماعيلية وكانت دي مباراة بدون جمهور اقتحمت الجماهير أرض الملعب رغما عن الأمن، دي وضع أمني يتعلق بمباراة المصري البورسعيدي والنادي الأهلي، لأنها أحداث كان من الواجب على جميع الأطراف التي تتحمل المسؤولية أن تضع هذه الأحداث في الاعتبار وأن تقيم هذه الوقائع وتستفيد منها. برضو إن فيما يتعلق بالوضع الأمني برضو في حدث لابد اللي احنا نشير إليه، وهو خلى منه التقرير لأننا لم نستكمل بعض استجلاء الحقيقة فيه، وهو ما حدث من جماهير الألترس الأهلاوي مع الأمن وزارة الداخلية في مباراة الأهلي وكيمة أسوان، المباراة اللي انتهت بفوز الأهلي فوز كبير، وكانت هناك معركة خارج الاستاد بين الجماهير وبين الأمن ليس لها علاقة بالمباراة أو بالجماهير أو بالتنظيم، لأنها كانت معركة بعد انتهاء المباراة في الشوارع المحيطة باستاد القاهرة. أيضا من الأمور الهامة اللي احنا نقارن بين مباراة المصري والأهلي في مباراتين حدثوا بعد الثورة، مباراة في شهر 4 ومباراة اللي هي في شهر 2 2012. 4 2011 كان هناك مباراة في بورسعيد أيضا بين المصري البورسعيدي وبين النادي الأهلي، ولم يحدث في هذه المباراة يعني ما يشابه ما حدث في المباراة الأخرى، والسبب في ذلك أن المباراة كانت مؤمنة تأمينا جيدا من وزارة الداخلية ومن قوات الجيش. أيضا من الأمور الهامة التي تتعلق بالوضع قبل المباراة المظاهرات التي كانت في بورسعيد قبل المباراة. في مدينة بورسعيد وقعت مظاهرات قبل المباراة بيومين بسبب مشكلة إسكان المحافظة اعتراضا من جانب بعض أهالي بورسعيد على طرح المحافظة لاستمارات الإسكان بمقدم حجز مرتفع. هذه المظاهرات انتقلت إلى إقامة النادي الأهلي الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الأهلي. دي كلها عدد من المؤشرات التي يجب أن ننتبه لها قبل أن نتناول موضوع المباراة التي نحن بصددها والأحداث التي وقعت في بورسعيد يوم 1/2. نتكلم بقى على الشيء الآخر وهو ظروف استاد بورسعيد. الاستاد ده يعني هل هو يعني في مشاكل ولا الاستاد دوت يعني استاد طبيعي مثل باقي الملاعب؟ أول يوم وصلت فيه اللجنة عينة الاستاد، والاستاد فيه كان عدد من الملاحظات شهدها أعضاء اللجنة الموقرة المكلفة من سيادتكم بمتابعة هذه الأحداث. من أولى هذه الملاحظات إن أبواب الاستاد التي تسمح بدخول وخروج الجماهير من وإلى المدرجات وبصفة خاصة باب المدرج الشرقي الذي وقعت عنده الحادثة تقع في نهاية سلم الخروج
وتفتح إلى الداخل في اتجاه المدرج. الحتة دي أشرحها لكم، يعني الباب الحديد اللي بيخرج منه الجمهور، الباب مصمم بأنه يفتح للداخل وليس للخارج. يعني لما يبقى فيه تكدس من الجماهير عشان يخرجوا برضو مش هيخرجوا، لأن لو باب مقفول، لأن لازم الجماهير دي تطلع فوق تاني وتفتح الباب عشان الناس يعرفوا ينزلوا. دي كانت أول ملحوظة بالنسبة للباب. الملحوظة التانية إن المدرج ده اللي هو وقعت فيه الكارثة، اللي هو المدرج الشرقي ببورسعيد اللي هو كان فيه جماهير النادي الأهلي، له ثلاثة أبواب، له ثلاثة أبواب. الباب اللي احنا بصدده اللي احنا بنقوله بيفتح للداخل، وبابين آخرين بيفتحوا على الشوارع مباشرة، منهم باب اللي هو اقتحمته جماهير الألتراس المصراوي في مباراة المصري والاتحاد. البابين دول عاملين فيهم ايه؟ لحمينهم. يعني لو حصلت كارثة في المدرج أخرى، الملعب بينهار ولا حاجة، الناس لما تيجي تطلع هتلاقي باب ملحوم، يعني أكنه حطوا حيطة عليه، مع ان مفروض ان يبقوا في استعداد ان ممكن يحصل اي كارثه الناس تعرف تخرج من الملعب. لا، دول لحمين الباب، لحمين الباب. طبعا مساله بقى لما يرد يقول ان لحمت الباب عشان الجماهير اقتحمته، لا، ده مش الحل. الحل انك انت تضع اقفال، تحط كثافه، تكثف الخدمات الامنيه على الباب عشان تمنع الناس، عشان لما يحصل مصيبه الناس تعرف تخرج، مش الناس تفضل محبوسه. يبقى باب واحد مفروض يخرج منه حوالي 3000 متفرج، ال 3000 متفرج دول هيخرجوا من باب مفروض ان هو بيتفتح للداخل، هو بيجروا عشان يخرجوا باب مغلق، الباب ده بيتفتح للداخل وليس لخارج الاستاد. ايضا الاسوار الداخليه للملعب، السور اللي هو بيفصل بين المدرج وبيفصل بين الملعب، السور ده الواحد بيشاهد دايما في الملاعب ان هو بيتحط على السور الحديد حربه تمنع النط، لا، ده الاسوار كلها ممهده وقصيره، يعني اللي عايز ينط بينط بمنتهى اليسر والسهوله. ايضا السور الذي يوجد اعلى المدرجات الاستاد نفسه بيقل ارتفاعه عن متر واحد، والجماهير بتعتاد ان هي تجلس عليه لانه سهل ينط ويقعد على السور، وسهل برضه انه يرمي من عليه حد. نيجي للحادثه، وصف الحادثه، ايه اللي حصل؟ يعني قبل ما نتناول مين المسؤولين عايزين نحكي ايه اللي حصل، الحادثه حصلت ازاي. توصيف الحادثه كالاتي: بعد صفاره نهايه المباراه في المدرج الغربي اللي هو ورا الجون، يعني في هنا المرمى وراء جمهور النادي المدرج الشرقي وجماهير النادي الاهلي، والجماهير اللي هي قامت بالاعتداء، طبعا الملعب مليان جماهير، في اربع مدرجات، مدرج غربي اللي هو في جماهير النادي المصري اللي ورا الجون، قدامه في الناحيه المقابله مدرج الشرقي اللي فيه جماهير النادي الاهلي، وبعدين في المقصوره، وفي المدرج البحري اللي هو فيه جماهير الدرجه الثالثه. بعد نهايه المباراه نزلت جماهير الملعب، الجماهير الوحيدة التي توجهت تلقاء جماهير النادي الأهلي هي جماهير المدرج الغربي اللي فيها الألتراس المصراوي. توجهت لما نزلت نطت السور ونزلت من الأبواب اللي هي اتفتحت، سواء كانت كسرت اتفتحت بعمد، مش هي دي المشكلة، بس برضو خرجوا من أبواب ونطوا من على السور. مفروض إن في أمن في المدرجات يمنع، ولو ما عرفش ينطوا بعد السور في امن مركزي يمنع. اخترقوا الامن المركزي وجروا للملعب، راحوا عند جماهير النادي الاهلي مفروض في امن مركزي هيمنع، وسع لهم السكه، طلعوا المدرجات وبيحملون العصي المضيئه، ودي نقطه مهمه جدا، يحملون العصي المضيئه، طلعوا المدرجات نور الاستاد اتطفى، نور الاستاد اتطفى، يعني الفزع هيزيد، اللي عايز يهرب مش هيعرف يهرب ازاي، النور اتطفى، اللي عايز يتعرف على ملامح المعتدي هيلاقي صعوبة، مورست المجزرة اللي تمت، لأن كان اللي طلعوا، وكما سنفصل وإزاي حصل الكلام ده، اللي طلعوا على المدرجات كانوا بيحملوا في أيديهم شوم، بيحملوا في أيديهم مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، بعضهم بيحمل الجنازير الحديدية اللي في آخرها تقل حديد، والبعض بيحمل العصي المضيئة. طلعوا على الجماهير، جماهير الأهلي فزعت، مفيش مكان، أول ما فكروا يخرجوا خرجوا على الباب اللي دخلوا منه، لقوا الباب مقفول. الباب مقفول فيه تدافع، وفي ناس جرت لأعلى المدرج، استغرق الأمر ده حوالي ربع ساعة، طبعا خرج منه إصابات،
في نفس الوقت ده ضرب شماريخ على جماهير النادي الأهلي اللي هي وقع عند الباب، مما زود حالة الاختناق لدى الجماهير. ولذلك في التقارير الطبية هتلاقوا ان معظم الوفيات بسبب الاختناق تكدس وشماريخ اتضربت بتطلع دخان. ايضا في اصابات في المصابين، اصابات بالات حادة، في جروح قطعية كتيرة جدا. نوعية بقى المهاجمين دي مهمة جدا، بناء باستجلاء شهادة الشهود، المصابين اللي شافوا الحدث، والمشجعين اللي كانوا في المدرجات اللي هجم على المدرجات. نوعين جماهير الألتراس المصراوي زائد بلطجية، الاتنين هجموا المدرجات، واللي كل واحد كان بيمارس دور ده. بس النقطة دي مهمة جدا اللي احنا نفهمها وتتوضح. جماهير الألتراس المصراوي، وهنا ثقافة الألتراس اللي احنا بنقوله ان اشرنا اليها في بداية الحديث، ثقافة الألتراس من ضمن الثقافة ان جمهور الألتراس يروح للجمهور المنافس، ودي مباراة اخرى غير المباراة اللي بتتلعب في الملعب. خد فانيلته علم عليه، خد الآلة اللي بيطبل عليها حصل بنقط، لان في مباراة اخرى بتتم بين جماهير الألتراس بينها وبين بعض بعيدا عن المباراة التي تقام على ارض الملعب. طبعا لما واحد يروح اقلع فانيلتك، لا مش قالع، معاه آلة حادة هيعوره بيها عشان ياخد الفانيلا، وعشان الفانيلا دي بخد شرف النادي. دي الثقافة بتاعة الألتراس اللي الدولة والمجتمع ساب هذا الفكر ان هو ينتشر بين شبابنا. يا فندم اكمل، بس اكمل لو سمحت، اكمل يا جماعة. ده جزء من جماهير الألتراس طالعة عشان تعمل كده، وجزء من جماهير الألتراس طالع عشان يموت، لان في هناك بعض الشهادات اللي حصلنا عليها اللي افادت ان كان هناك بعض جماهير الألتراس البورسعيدي تبحث عن ألتراس أهلاوي من بورسعيد بالاسم، وبتدور عليه عشان تعتدي عليه بآلات حد. فيبقى جماهير الألتراس جزء طالع يمارس ثقافة الألتراس، جزء طالع يضرب ويعور، وفي بلطجية طالعين لهدف واحد وهو أن يحصدوا أكبر عدد من الإصابات والفزع لدى الجماهير. طبعا اللي زود الوفيات إن الباب مقفول، الباب مقفول، يعني أنا لا أستطيع في هذا الأمر إلا أنا يعني من باب التسمين أدوار البطولة اللي هي وجدت الباب مقفول. كان بره الباب هناك بعض الأفراد المنتمين لوزارة الداخلية، وكان بجوارهم بعض الأفراد المنتمين للجيش الموكل لهم أن تأمين فريق النادي الأهلي، وكان في بعض الجماهير من نادي الأهلي والألتراس الأهلاوي كانوا واقفين خارج الباب، لأن الباب كان مفتوح طول المباراة وتم غلقه قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، فكان البعض بيخش ويطلع يخش ويطلع. فلما اتقفل الباب كان في ناس طلعت، لما جم يدخلوا لقوا الباب اتقفل، انتهت المباراة وحصل هذا الأمر، فكانوا واقفين أمام الباب. يعني أنا أحب في هذا التوقيت اللي أنا أسمن دور بطولي جدا قام به أحد جماهير الألتراس الأهلاوي، وهو أحد الشباب ويدعى يوسف حمادة محمد يوسف. ده كان بره الموضوع، وهذا الباب حينما هذا الشاب البطل حينما شاهد الموقف سلبي ممن يقفون ويشاهدون هذا الحدث، أتى بحجر كبير وحاول إن هو يكسر القفل اللي موجود ويفتح الباب، ظل يحاول محاولات مستميتة مع إنه كان بإمكانه إن هو يبتعد عن الحدث وينجو بنفسه، ولكن ظل يحاول إلى أن سقط الباب على جثمانه رحمة الله عليه. وكان ذلك سببا في مرور المئات من جماهير النادي الأهلي خرجت من الاستاد على جثمان هذا الشاب الذي يدعى يوسف حمادة محمد يوسف. نسأل ربنا سبحانه وتعالى كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له. فندعو له أن يتغمده الله عز وجل برحمته، وأن يسكنه الله عز وجل فسيح جناته، وأن يلهم والديه الصبر والسلوان وذويه، وبارك الله سبحانه وتعالى فيه وجزاه الله عز وجل خير الجزاء. الباب اتفتح وتم نقل الجثث. ده وصف الحادث وكيف حدثت هذه المجزرة. نيجي نتكلم عن المسؤولية، من يتحمل مسؤولية ما حدث ولماذا؟ أولا بالنسبة للمسؤولية السياسية، المسؤولية السياسية عن الحادث ستقوم اللجنة بتحديدها،
وعرضها على المجلس الموقر فور استكمال أعمالها وإيداع التقرير النهائي بعد استجلاء باقي الحقائق المرتبطة بالحادث، وبعد الاطلاع على تحقيقات النيابة في هذا الشأن سوف تحدد اللجنة المسؤولية السياسية وعلى من تقع. ولكن هناك مسؤوليات تم تحديدها. أول مسؤولية وهي مسؤولية الأمن. مسؤولية الأمن أن الأمن سهل ويسر ومكن لوقوع هذه المجزرة. أقول الأمن سهل ويسر ومكن لوقوع هذه المجزرة وهذه الأحداث بصورتها على النحو الوارد بالتقرير لديكم، والأدلة على ذلك: أولا، الأمن لم يقم بتقدير خطورة المباراة، خاصة ما حدث في وقت معاصر قبل هذه المباراة، ولم يستفد من التجارب التي حدثت في المباريات السابقة على نفس الاستاد وبنفس الجماهير، فالأمن لم يقدر خطورة المباراة. ثانيا، حالة التسيب الواضحة داخل وخارج الاستاد من جميع أبوابه وفي كل محيط الاستاد هو لون واحد، لا يمكن أن يحدث ذلك في وقت واحد وبأسلوب واحد في نفس الوقت وفي نفس المباراة. إيه اللي حصل؟ انعدام إجراءات التفتيش في الدخول للإستاد، وذلك على الأشخاص وما يحملونه، يعني لو واحد دخل بشنطة أدخل، من حقائب وصلت إن أحد الشهود قال إن كانت هناك كراتين بتدخل. والتي من خلالها نفس السبب تم إدخال الألعاب النارية بكافة أنواعها، شماريخ وصواريخ وباراشوتات وحاجة بتسمى التورتة النارية، وكذلك الأسلحة البيضاء والشوم بمختلف أنواعها والشوم. من ضمن الشهادات المهمة أن المصورين نفسهم اللي بيقوموا بالتصوير التلفزيوني في شهادتهم قالوا أن احنا في كل مباراة بندخل فيها بنلاقي صعوبة بالغة، لا يمكن نقول لهم يا جماعة معاهم آلات التصوير والكاميرات، لا ما بيدخلوش، ورينا التصريح، ورينا إثبات الشخصية، يفتشوا، بيدخل بصعوبة جدا. بيقولوا كان اللافت للنظر اللي احنا دخلنا دون أي ممانعة، ما فيش حد سألنا انتوا رايحين فين، انتوا مين، حتى حكم المباراة اللي حكم مباراة الأهلي والمصري بيقول لي ده انا كل مباراة بخش اثبت لنا اللي انت الحكم بطاقتك، الناس يخشوا يسلموا عليا ازيك يا كابتن، والامن ما بيدخلنيش، فهذه المباراة بيقول لي دخلت دون اي ممانعة. الاعجب بقى والاغرب العربية بتاعت النقل الخارجي اللي بتبقى بره الاستاد، يعني عشان اقول لكم بس الصورة، بيقول لي احد المصورين اللي كانوا في المسؤولين عن النقل التلفزيوني بيقول لي انا جيت عايز ادخل دورة المية، فعارف ان استحالة ادخل الاستاد، قلت طب احاول مش لاقي حته اروح، بيقول لي دخلت الاستاد ومريت ودخلت من جنب المقصوره ودخلت دوره الميه وطلعت، ما حدش لم يمانعني احد على الاطلاق. ده شهادات كثيره جدا. ايضا دخول الجماهير من بدايه المباراه بصوره مختلفه لما درج عليه العمل بدون تذاكر، مما ترتب عليه زياده اعداد الجماهير. استاد بورسعيد له سعة أمنية هي 12,000، كان موجود في الإستاد حوالي 18,000، التذاكر اللي اتباعت ما تعديش ال 12,000، يعني بالحصر بتاع التذاكر هي 12,000. الإستاد في كان بتقدير مراقب المباراة قال إن في 15,000 جمهور بورسعيدي و 2,000 جمهور النادي الأهلي، يعني 17,000. ال 5,000 دول دخلوا إزاي من غير تذاكر؟ إذا كانت التذاكر المطبوعة 12,000، طب إزاي أنت دخلت 5,000 زيادة؟ الإجابة إن دخلت الجماهير بدون تذاكر وبدون تفتيش، بل كان إن بعض الشهود قال إن الأمن كان بيقول للناس تعالوا ادخلوا، وطبعا بدون تفتيش، يعني دخلت الأسلحة البيضاء ودخل الشوم ودخلت الشماريخ إلى غير ذلك. أيضا ده الشيء الثاني اللي هو اللي ارتكبه الأمن، السماح بدخول العدد الهائل من الجماهير بدون تفتيش وبدون تذاكر. أيضا من ضمن الشهادات اللي وصلت إلينا وكلام الشهود إن هم اللي دخلوا حتى وعايزين يدخلوا النادي بيقولوا اللي احنا وصلنا بالعربيات لغاية باب الاستاد،
في المعتاد ان بيتم تحويل الطرق وبتتقفل وبتتغلق. بيقولوا لا ده احنا فوجئنا، العربيه ماشيه وواخده طريقها لغايه ما نزلتنا قدام باب الاستاد، نزلنا من باب الاستاد ودخلنا ومفيش برضو تذكره اتطلبت، وواحد وراني قال لي دي التذكره اللي كان مفروض ادخل بيها، ما حد سالني فين تذكرتك. فكان واضح ان من جميع الابواب كان في حاله من حالات التسيب، مفيش تفتيش للمتفرجين اللي داخلين. الحاجه الثالثه، السماح بنزول الجماهير لأرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة. كانت الجماهير بتنزل، مع إن مفروض في المدرجات في ضباط مباحث وفي ضباط نظاميين، وتحت في الملعب في ضباط نظاميين. كان الجمهور نزل قبل المباراة، اخترق الملعب، يعني اخترق الأمن اللي موجود في المدرج واخترق الأمن اللي موجود في الملعب اللي هو الأمن المركزي. ده حدث على مراحل. قبل المباراة نزلت الجماهير، بين الشوطين نزلت الجماهير، بعد كل هدف نزلت الجماهير، بعد صفارة الحكم نزلت الجماهير، والأمن لم يحرك ساكنا. نقطة بقى رابعة، وهي نقطة في منتهى الخطورة، وهي حاجة بقى أول مرة نسمع عنها في مباراة كرة القدم على الإطلاق، إن في لجان شعبية داخل الملعب. إحنا من خلال المشاهدات اللي شفناها لقينا أشخاص موجودين مدنيين ليسوا من المباحث، من شعب بورسعيد، موجود في الملعب قاعدين على الكراسي زيهم زي ضباط الامن بالظبط. فرصدنا الصوره ديت، وبعدين شفنا تقرير الحكم، لقينا ان الحكم ذكر في تقريره ان هو راح لقياده امنيه سالوا ان في ناس موجودين في الملعب لا ينتمون الى الشرطه، كان رده ان دول لجان شعبيه. طيب وادي الخطة الأمنية اللي حطها وزارة الداخلية ليس فيها أي إشارة للجان الشعبية اللي كانت موجودة. وأيضا ورد في شهادة الجهاز الفني للنادي المصري إن هو برضو لقى إن في أفراد مدنيين، سأل عنهم قالوا له دول لجان شعبية. لجان شعبية يعني مدنيين، يعني ممكن احتمال يكون فيهم بلطجية، واحتمال يكون فيهم اللي مارسوا هذا الدور، لكن احنا بنتكلم مش بنتكلم على احتمالات، ولكن بنتكلم على وجود مدنيين مش معروف هويتهم موجودين داخل الملعب اللي مدخلهم الامن. فدي الحاجه الرابعه. الحاجه الخامسه، وهي مفاجاه، وهي وجود خطتين امنيتين. لقينا احنا طلبنا الخطه الامنيه للمباراه اللي هي في ايدي دي، جات لنا الخطه واحنا بنحقق وبنسمع شهادات الضباط، فجالنا ضابط قال لنا لا دي مش دي الخطه. امال ايه؟ قال لنا لا ده الخطه اهي، طلع لنا خطه ثانيه. الله، الخطه الثانيه دي جات لك ازاي؟ قال لك دي الخطه اللي جات لنا بتاعه تامين المباراه. خدنا منه الخطه، لقينا ان هي الخطه دي هي الخطه دي، الا فرق واحد بس صغير مش عارف بقى له اثر ولا ملوش، ان في كل كردون وعلى كل باب اتزود 25 عسكري وضابط وامين شرطه. فبقول له ايه ده؟ قال لي لا ما هو اصل بعد ما المباراه خلصت ده شهاده الضابط. قاموا جايين عاملين خطه امنيه جديده واتمضى عليها عشان يعالجوا الثغرات الامنيه اللي موجوده في الخطه الاصليه اللي هي معاه. برضو قلنا ان ممكن تكون الشهاده مش مظبوطه. سالنا مدير المباحث ونائب مدير الامن اللي هو الحاكم دار اللي هو يعتبر المشرف العام على الخطه اللي بينفذها. فطبعا لم تكن هناك إجابة مفيدة، إلا إجابة ظهرت أو وصلت إلينا، قال إن أصل الخطة اللي وراها لكم الضابط دي رايحة لضباط وحدة البحث الجنائي خاصة بيهم يعني. الكلام ده لما سألنا عنه لقيناه غير صحيح وغير حقيقي، وهقول لكم ليه. الخطة اللي موجودة مع ضابط المباحث اللي هي ما فيهاش الضباط النظاميين دول معناها كارثي أيضا، حتى لو اعتبرنا إن الكلام ده صحيح، لأن ضابط المباحث اللي هيروح يقف على الباب معاه في الخطة إن هو معاه أربع عساكر وأمين شرطه. طب لقى على الباب ضابط تاني ما يعرفهوش ومعاه 20 عسكري، مش ده اختراق أمني؟ إذا كان مش موجود معاه في الخطة ما يعرفش هو مين معاه على الباب، ولا ده ضابط ولا مش ضابط؟ طب ما هو ممكن، مش ممكن ناس يلبسوا لبس ضباط ولبس داخلية ويقولوا له إحنا جايين نأمنوا الأبواب؟ فالكلام ده كلام غير منطقي وغير صحيح، ولا يحدث إطلاقا في أي مكان بمديرية أمن على مستوى الجمهورية إن هي بتعمل خطتين، تقول بتاع المباحث دي الجزء بتاعك وتعمل خطة تانية فيها الجميع. ده كلام غير منطقي وغير صحيح.
أيضا عدم قيام مسؤول الخدمات الأمنية الموجودة بالمدرج بواجبها. المدرج كان فيه ضباط مباحث، وكانت الأسلحة البيضاء طبقا لشهادة الشهود كانت الأسلحة البيضاء موجودة على مرأة ومسمع من المتفرجين، فما فيش يعني ضابط مباحث موجود في الملعب المدرج الغربي ده اللي نزل منه الجماهير، ولا ضابط نظامي شايف حد معاه سكينة، مع ان الجماهير بتقول فيه في شوم وفي أسلحة بيضاء وفي شماريخ. لم يحدث تدخل إطلاقا من الخدمات الأمنية الموجودة في المدرج، وكذلك الخدمات الأمنية الموجودة في الملعب لم تقم بمنع الجماهير عند نزولها إلى أرض الملعب. أيضا من الشواهد على ما ذكرته أن الأمن سهل ويسر ومكن، إن كان موجود في الاستاد مدير الأمن، وكان موجود في الاستاد مساعد مدير الأمن، وكان موجود في الاستاد نائب مدير الأمن، وكان موجود في الاستاد قائد قوات الأمن المركزي والمساعد بتاعه، لم يصدر من أي واحد منهم أي تعليمات فورية لمعالجة ما حدث، لم يصدر من أي واحد منهم أي أوامر لمعالجة ما حدث، الجميع اكتفى بالمشاهدة مثله مثل باقي الجماهير. أيضا العوار الشديد الذي انتابه هذه الخطة، حتى لو اعتبرنا أن في خطة واحدة اللي هم حطوها فيها عوار شديد جدا كان سببا رئيسيا في الكارثة التي حدثت في بورسعيد. العوار ده هيتضح في ثلاث تكليفات لضابط واحد. أحد التكليفات بيقول أن السيد العقيد محمد سعد لرئاسة خدمات الباب النادي الاجتماعي على أن يعود لموقعه مع بداية المباراة، ده تكليف له في الخطة أن يقف على باب النادي الاجتماعي. باب النادي الاجتماعي ده اللي هو الباب اللي هيطلع منه جمهور النادي الاهلي من الباب المقفول، يطلعوا على باب اسمه باب النادي الاجتماعي على الشارع، هو خدمته فيها ان خدمه هذا الباب على ان يعود الى موقعه مع بدايه المباراه. وبعدين جه بعد كده بيتكلم بقى على جمهور النادي الاهلي لما يجي من بره ويدخل الاستاد، هيخش من باب النادي الاجتماعي وبعدين يدخل من باب المدرج. بيقول ايه؟ يتم توجيه الجمهور للمدرج اللي هو المدرج الشرقي وغلق الأبواب عقب صعود المدرج وحتى انتهاء المباراة، والاحتفاظ بالمفاتيح صحبة السيد العقيد محمد سعد. يعني المفروض اللي هو واقف على الباب النادي الاجتماعي يدخل الجمهور من باب المدرج الشرقي، يقفل الباب وياخد المفاتيح معاه، وما فيش في الحتة دي أنه يجب أن يقف عند باب المدرج لما تحصل أي كارثة، باب مقفول وما فيش منفذ للناس يخرجوا. وبعد كده برضو جه تكليف آخر، السيد العقيد محمد سعد لرئاسة خدمات المدرج الشرقي، يعني يبقى في المدرج، وإيه بقى؟ وذلك لمنع نزول أي من الجمهور من خلالها والتأكيد على غلق الأبواب المؤدية لأرض الملعب والاحتفاظ بالمفاتيح معه. يبقى هو الضابط الواحد اللي هيقفل الباب على الجمهور وياخد المفتاح ويروح ياخد مفاتيح الباب المؤدية لأرض الملعب من نفس المدرج ويشرف على رئاسة خدمات أو يشرف على خدمات المدرج. طبعا ده كان سبب رئيسي وأصيل في هذه الكارثة. أيضا ما صدر لما سألنا عن لحم الباب، البيبان دي اتلحمت ليه يا مدير الاستاد؟ قال ده بناء على تكليف من اللواء كامل جاد الرب والعميد سامي حجاج ومحسن شتا مدير النادي المصري، حسب ما جاء على لسان مدير هيئة استاد بور سعيد. اللي احنا بقى بنقوله في مسؤولية الأمن أنه كان من الممكن أن يقف الذي معه المفتاح سواء كان الضابط المكلف أو غيره، يقف بمفتاح عند الباب، وكان لابد أن الخطة الأمنية تتضمن هذا التكليف أن يكون وجوبي، أن هو يظل واقفا عند باب المدرج، ولا تكون الخطة يعني بهذا الإفراط أو التكليف بمسؤوليات عديدة بما تسبب في الكارثة وتفاقم هذه الكارثة، لأن ما كانش في حد يفتح الباب. أيضا بالنسبة لمسؤولية الأمن في هذه المشكلة، إن حتى لو الباب اتفتح بنقوله أن الباب ده لم يكن في إمكان أحد أن يفتحه، لأنه يفتح إلى داخل المدرج وليس إلى الخارج. ده بالنسبة لمسؤولية الأمن، ولكن هذه المسؤولية لا تعفي اتحاد كرة القدم المصري من المسؤولية. ليه؟
لأن في البنود الملزمة التي وضعتها الفيفا للاتحادات الأهلية والأندية وضعت عدة أمور. ألزمت الاتحاد الدولي أنه هو يوظف الاتحاد الأهلية أنها توظف ضابط أمن يكون مسؤولاً عن مراقبة تنفيذ لوائح الأمن والسلامة بالملاعب، ويكون لديه الخبرة الكافية في التعامل مع السلطات ودوائر الشرطة وكل الجهات المختصة بتنظيم المباراة، ويقوم برصد سلوك الجماهير وسرعة التعامل معها. احنا لما هنيجي نشوف البنود دي هنلاقي ان كأن الاتحاد الدولي بيتكلم على مباراة المصري والأهلي. في الفقرة الثانية بتقول ان تكون مهمة مسؤول الأمن الاتصال والتنسيق مع كل من منظم المباراة والشرطة والأسعاف والمطافي وروابط الجماهير في حالات الطوارئ والحوادث الأمنية، وذلك قبل وأثناء وبعد المباراة. والفقرة الثالثة بتقول إن ضابط الأمن ده اللي هو مفروض اتحاد الكورة مسؤول عن تقييم المخاطر من إقامة المباراة، وذلك بالتنسيق مع الأمن ومنظم المباراة وغيرها من الجهات المعنية. وبعدين ده أكتر من كده قال المخاطر المحتملة، هي يعني ده كان بيقول المخاطر المحتملة إيه اللي مفروض اتحاد الكورة كان يخلي باله منها. واحد، التوتر السياسي على مستوى الدولة أو الإقليم أو النادي المضيف. اثنين، التهديدات الإرهابية. ثلاثة، التنافس التاريخي بين الناديين والاحتقان بين الجماهير. أربعة، نفاذ تذاكر المباراة واحتمال دخول الجماهير بدون تذاكر. خمسة، الشحن الإعلامي والسلوك العنصري بين جماهير الناديين. يبقى اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية، ومسؤولية ضخمة، فيما حدث في استاد بورسعيد طبقا للوائح الفيفا الملزمة للاتحادات الأهلية والأندية. وأيضا نادي المصري البورسعيدي مسؤول، يتحمل مسؤوليته فيما حدث في أحداث بورسعيد، وهذه المسؤولية بناء على ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة، والتي تنص على أنه يجب الالتزام بالسعة التي تحقق متطلبات السلامة. وأيضا ما جاء فيها أنه ممنوع منعا باتا دخول المتفرجين الذين بحوزتهم أجسام صلبة أو أسلحة أو كشافات الليزر أو اللافتات ذات المحتوى العنصري. والفقرة الثالثة من المادة الخامسة التي تقرر أنه يجب أن تكون الأبواب الخاصة بدخول وخروج المتفرجين سهلة الفتح والغلق تحسبا لأي طوارئ. وأيضا ما جاء في المادة 99 من لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم في الفقرة به، والتي تنص على أنه يعتبر النادي المضيف المنظم للمباراة سواء أقيمت على ملعبه أو على ملعب آخر يكون مسؤولا عن سلوك لاعبيه وجهازه الفني والإداري والطبي وجماهيره، ومسؤول عن جماهيره فيما يصدر منه من تصرفات. أيضا استاد بورسعيد، لأنه هذا الاستاد له إدارة خاصة، فهناك مسؤولية لهيئة استاد بورسعيد، تمثلت هذه المسؤولية في الاستجابة لطلب الأمن كما يدعون بالحام البابين الحديدين مخالفا بذلك لوائح الفيفا التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا للمواصفات الفنية والإنشائية التي تتفق مع متطلبات السلامة والمعمول بها. وأيضا مخالفين الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الفقرة الثالثة، والتي توجب أن تكون الأبواب الخاصة بدخول وخروج المتفرجين سهلة الفتح والغلق تحسبا لحالات الطوارئ. وأيضا مخالفة قواعد الفيفا التي تمنع إطفاء الأنوار إلا بعد خروج آخر مشجع، وإطفاء الأنوار كان سبب مباشر في هذه الأحداث. الفيفا توجب على هيئة الاستاد أنها لا تقوم بإطفاء الأنوار إلا بعد خروج آخر مشجع من الاستاد، مما كان له أكبر الأثر في حرمان جمهور النادي الأهلي من البحث عن منفذ للهروب أو تفادي المعتدين، ولم يتم إعادة أضواء الأنوار إلا بعد أن انتهت هذه الأحداث وتم الاعتداء على الجماهير، واستطاع بعض من المعتدين من إخفاء شخصياتهم بسبب الظلام الدامس. أيضا سماح هيئة الاستاد
بوجود صناديق بجوار السور الفاصل بين المدرجات والملعب. كانت في صناديق عباره عن درجتين بين في ظهر السور الفاصل بين المدرجات والملعب، مما سهل عمليه القفز من والى الملعب. وايضا اختم الحديث انه قد تكشفت للجنه بعض الامور على النحو التالي. اولا، ان ما قام به مشجعي التراس المصري اللي هو جرين ايجلز انطلاقا من الثقافات الخاطئه التي يعتنقها جماهير الالتراس، والتي من بينها الاستيلاء على فانيلات جماهير الفريق المنافس وأدوات التشجيع واللافتات التي يحملها، وأنهم في ذلك قد حققوا انتصارا على الفريق المنافس بصرف النظر عن نتيجة المباراة أو عدم إقامتها من الأصل، وكان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى اقتحام هذه الجماهير لمدرجات جماهير النادي الأهلي. ثانيا، قيام بعض المحرضين باستخدام بعض جماهير الألتراس والبلطجية مستغلين مناخ التعصب المصاحب للمباراة لتحقيق أهداف سياسية بهذه المجزرة، وستتقدم اللجنة بأسمائهم إلى النيابة العامة، انطلاقا من أن عمل اللجنة جهة تحقق بتستجلي الحقيقة في موضع سرها، وأن ما توافر من للجنة من معلومات من خلال استطلاع مسرح الحدث وشهادة الشهود أنهم ساهموا بأفعال يؤثمها قانون العقوبات، حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق في هذه المعلومات. أيضا، وهذا أمر في غاية الأهمية ويعني لابد أن ننتبه إليه، أن اللجنة رصدت قيام بعض ضباط وأفراد وزارة الداخلية في بورسعيد في الكمائن التي يتواجدون بها قبل مدخل بورسعيد بالتنبيه على مستقل السيارات التي لا تحمل لوحات بورسعيد بعدم دخول المدينة، بعدم دخول المدينة. الذي يقوم بهذا التوجيه بعض ضباط وأفراد وزارة الداخلية متابعين لمديرية أمن بورسعيد، بيوجهوا السيارات التي تحمل سواء أخشاب أو مواد غذائية أو حتى داخلين للمدينة أن يعودوا إلى مرة أخرى إلى أماكنهم التي أتى منها، بدعوى أنهم خوفا عليهم من تعرضهم للاعتداء أو لتحطيم سياراتهم، خلافا للحقيقة والواقع في مدينة بورسعيد. وأخيرا، نثمن الدور العظيم الذي قام به أهالي بورسعيد تجاه جماهير النادي الأهلي، سواء في التبرع بالدماء أو نقل الحالات الوفاة إلى المستشفيات أو نقل المصابين أو حماية الكثير من جماهير الألترس الأهلاوي وجماهير النادي الأهلي المصاحبة لفريقها بشهادة جماهير النادي الأهلي وإخراجهم من مدينة بورسعيد. واللجنة استرفع تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو التفضل بالإحاطة، وستظل اللجنة في حالة انعقاد مستمر حتى إذا ما تكشفت لنا حقائق جديدة في ضوء تحقيق النيابة العامة، فإنها ستستكمل التقرير المبدئي وتعد لكم تقريرا نهائيا لعرضه على المجلس للمناقشة والموافقة على ما ورد به من توصيات. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للجنة ولهذا العرض الجيد للتقرير. السادة الأعضاء، أمامي الآن 16 طلبا يطلبون مناقشة التقرير. هذه الطلبات وردت منذ أول أمس، وجاءني اليوم من حضراتكم عدد كبير من الطلبات يطلبون مناقشة التقرير يصل إلى 60 طلب أتوا الآن. ولما كانت اللجنة قد انتهت من كتابة التقرير الساعة 3 صباح اليوم وتم تقديمه لي صباح اليوم باكر، وأمرت بطباعته ليكون بين أيديكم، ولم يتسنى للكثير منكم الاطلاع على التقرير ودراسته لنتمكن من إسراء المناقشة والمناقشة المستفيضة حول التقرير. وقد طلب مني بعض الأعضاء إمهالهم إلى جلسة الغد حتى يستطيعوا
أن يطلعوا على التقرير وتكون المناقشة مستوفية، لأنه اللي عندي طبقا للائحة الآن 16 طلب بس اللي هم جايين قبل مناقشة التقرير طبقا لله، والباقي كله جاء صباح اليوم، وهذا حق لا أستطيع أن أنكر أن التقرير وصل لديكم، لأنه احنا كنا أعلننا في جدول الأعمال أن هنناقش التقرير صباح اليوم، ولما كانت طباعته صباح اليوم حطناه في آخر جدول الأعمال حتى نتمكن من الطباعة، وحقيقة اللجنة ومساعديها ظلوا يومين كاملين في المجلس لوقت حتى يعدوا التقرير، وأنا أتابعهم حتى الساعة 3 صباح أمس. لذلك إن شاء الله حتى يكون فرصة أمام الجميع للمناقشة الموضوعية في هذا التقرير الهام، وده أول حاجة في موضوع مهم الناس منتظرة إن احنا عايزين ناخد فيها قرارات وتوصيات هامة، حتى بالنسبة للتقرير المبدئي كشف عن حاجات وأشياء هامة. وبهذه المناسبة أنا بطالب لجنة تقصي الحقائق واستمعت لشهود عيان ولكثيرين، لكن الدولة فيها أجهزة معلومات، عندها معلومات وما بتغيبش عنهم دبة النملة، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات، كل هذه الأجهزة اللجنة تذهب إليهم وتشوف إيه عندهم من معلومات. دول عندهم ناس سريين ومش معروفين وقاعدين وسط الجماهير وبيشوفوا كل حاجة، لابد أن تسألوهم عما عندهم من معلومات تتضمن في التقرير النهائي. الآن هنرفع الجلسة على أن تبدأ الجلسة الثانية الساعة 12:30 صباح الغد، واللي عندهم من حضراتكم يطلب المناقشة ياريت يبعتها للمجلس حتى نرتب طبقا لأولوية طلب الكلمة، وشكرا.